نعمة أو ثمرة فاكهة يقدمها الوالد لأولاده، يذكر الوالد أو أولاده بالله، يربط قلوبهم بالله، يعرفهم بالمنعم تبارك وتعالى، لا يعيش مع النعم دون أن يعايش الأولاد معه عظمة المنعم وفضل المنعم تبارك وتعالى، يذكر أولاده دوما بالله سبحانه. يعني مثلا لو الوالد ركب سيارة، معلش أنا أفعل هذا مع أولادي، لو أنا ركب عربيتي مثلا وأولادي معايا في السيارة ومريت على محطة بنزين أمون السيارة، دايما دايما أقول لأولادي كذا: إذا رأيت أحد أحبابي وأحد أولادي ممن يسرعون لمسح زجاج السيارة أو لمسح السيارة من أجل أن تعطيه مبلغا زهيدا قليلا، دائما أقول لأولادي: يا أولاد أنتم شايفين الأخ اللي بره ده؟ يقولوا له: أيوة يا أبي. أقول لهم: أنتم ما فكرتوش ليه ما كانش هو اللي يبقى راكب مكاني هنا؟ وليه ما كنتش أنا اللي أبقى واقف بره بمسح له الإزاز؟ والله ما من مرة يا إخواني، وإن مرت بعض المرات من باب النسيان حتى أكون صادقا في كل لفظة بإذن الله تعالى، دائما غالبا أذكر أطفالي بهذا، وهكذا مع كل موقف. مستحيل الوالد المسلم الواعي يتابع نشرة أخبار ليرى هذه الدماء والأشلاء الممزقة في غزة دون أن يذكر لأطفاله: من الذي يصنع هذا؟ من اليهود؟ الولد ما يعرفش، عرفه، وظف الحدث. وهنقف عند وسيلة تانية من وسائل التربية، ألا وهي التربية بالأحداث، سأقف معها وقفة متأنية أيضا، هذه دروس من أهم دروس التربية. فأنا أقول الوالد المسلم يوظف الحدث توظيفا إيمانيا، أخلاقيا، تربويا، تعبديا، سلوكيا، إيمانيا، عمليا، إبداعيا جديدة، لا يمر عليه الحدث هكذا، وإنما يذكر الوالد أولاده بسرعة استجابة الوالد والوالدة لأمر الله ولأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهرجع تاني مرة أخرى للتربية بالقدوة، لا يمكن على الإطلاق أن أغرس في قلب ولدي حب الله وحب رسول الله وحب الدين وحب الأمة وحب العمل لهذا الإسلام وأنا بعيد عن هذه المعاني، أو أنا أنظر فقط دون أن يرى ولدي أنني أحب الله جل وعلا فعلا وأنني أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلا. يعني أنا أسألك أخي الفاضل: هل رآك ولدك مرة تبكي في البيت من خشية الله؟ أسألك بالله أجب على هذا السؤال. هل رآك ولدك يوما تبكي من خشية الله؟ هذه مسألة في غاية الأهمية. وبعدين يأتي الطفل سنتين ونص، ثلاث سنوات، ويأتي يمسح الدموع كده عن وجهك ويقول لك: أنت بتبكي ليه يا أبي؟ ليه بتبكي أو بتعيط ليه يا أبي؟ ويجب عليك أن تجيبه وتعرفوا أنت كنت بتبكي ليه، وبتبكي خشية لمن، وإجلالا لمن، وتعظيما لمن. طب أنت بكيت وأنت بتقرأ في المصحف ليه؟ هو ده إيه؟ ده القرآن. القرآن ده إيه؟ ده كلام الله. طب وبكيت هنا ليه؟ اقرأ عليه الآية. ما تقولش ده الولد صغير، لا، لا تستصغر الولد، لا، اقرأ عليه الآية، وإن استطعت أن تفسر له الآية تفسيرا مجملا لتنقل له المعنى افعل، افعل. هذه مسائل في غاية الأهمية. يا سلام، سبحان الله، لما يأتي أستاذ فاضل ويريد أن يغرس في قلوب طلابه وتلاميذه الصغار هذا المعنى الكبير الجليل من مراقبة الله سبحانه وتعالى، وكلكم يعرف القصة تقريبا، ويأمر الأولاد بذبح طائر، وأمرهم أن يبحث كل تلميذ عن مكان لا يراه فيه أحد، وجاء كل تلميذ بطائره مذبوحا
ثم جاء تلميذ آخر بطائره لم يذبحه بعد، قال لما لم تذبح طائرك؟ قال أمرتني يا سيدي أن أذبحه في مكان لا يراني فيه أحد، وما من مكان أذهب إليه إلا وأنا أعلم أن الله جل وعلا فيه يراني. الله أكبر، معنى قد يغيب، الله يسمعني، الله يراني، الله قادر علي، الله جل وعلا قادر علي. لو امتلأت القلوب بهذه المعاني لتغيرت الأحوال تمام التغيير عند الآباء وفي البيوت وعند الأولاد. معاني جميلة، معاني رقيقة، وكما ذكرت لا تستعلي أن ترد على ولدك وأن تجيبه إجابة مقنعة. الولد ممكن يقول لك يا بابا أو يا أبي هو ربنا بيأكل إيه؟ ما تضربش الولد على وجهه وتقول له اخرس يا قليل الأدب، لا 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 لا، هذا أسلوب غير تربوي، بل ربما تملأ قلب الولد من هذا السن بالشكوك والهواجس والوساوس. أجب الولد، لابد أن تجيبه إجابة مقنعة وإجابة مرضية. وإن كنت أيها الوالد الكريم لا تستطيع أن تجيب على ولدك، اسأل عالما من العلماء ولا تستحي أبدا. لقد سألني ولدي أيها الشيخ الجليل عن كذا وكذا وكذا ووجدتني عاجزا عن الجواب. وإذا أردت أن تملأ قلب ولدك بمعنى آخر من المعاني التربوية الجليلة، ألا وهي إجلال العلماء وتقدير العلماء، لا حرج أن تقول يا ولدي هذا السؤال لابد أن نسأل فيه علماءنا وشيوخنا. فالله جل وعلا قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وتوظف هذا السؤال أيضا إن كنت جاهلا بالجواب، توظف السؤال لتربية الولد على معنى آخر من المعاني الجميلة الرقيقة، ألا وهي تقدير العلماء وإجلال العلماء في زمن أصبح العلماء فيه الحائط المائل لكل أحد نريد أن يتسلق، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذه إضافة أخرى جديدة، وظف كل لفظة توظيفا تربويا جميل، وتسأل العالم وتسأل العالم بعد ذلك، ولا حرج عليك على الإطلاق. رحم الله نساء الأنصار، لم يمنعهن حياؤهن من أن يتفقهن في الدين. كانت المرأة تأتي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم لتقول له يا رسول الله هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ إلى هذا الحد، وهن من هن في الحياء والأدب والخلق والكرم والعفة والطهر، ومع ذلك لا يمنعها حياؤها من أن تسأل عن دين الله وأن تتفقه في دين